أهداف المشروع إن إحنا بنضيف طاقة نقل جماعي مميز لمنظومة النقل العام في القاهرة الكبرى. القطاع المستهدف من السوق مالكي السيارات الخاصة اللي بينتقلوا في أيام العمل بين محل سكنهم وأعمالهم، وأيضا باقي أفراد الأسرة اللي هم بحاجة لنفس الوسيلة النقل المميزة على مدار اليوم. بالنسبة للمسارات والتشغيل عشان نحقق منظومة من نقل متكاملة، بدأنا ان احنا نفكر مع معالي وزير النقل ان احنا هذه الخدمة لازم انها تتكامل مع خدمات اخرى بتقدمها الدولة اللي هي المترو ومواقف للتاكسي، بحيث ان الراكب يطلع من بيته يروح في المنطقة اللي احنا زي فيها ديت، هيكون فيها بالتعاون مع معالي وزير الاسكان منطقة تيرمينال زي في الدول المتقدمة، يقدر يركن فيه عربيته لو كان عنده عربية خاصة، ثم يركب هذا الاتوبيس المميز ينتقل بيه عبر نقاط محددة نتعرض ليها حالا، وبعدين يصل الى نقطة يستطيع ان يكمل رحلاته داخل القاهرة باستخدام مترو الانفاق او تاكسي لو كانت رحلات صغيرة، او حتى اتوبيسات اخرى زي المايكروباص. طبعا خلال الزحام خلال اليوم وسيلة النقل باستخدام المترو هامة جدا، واحنا كنا بنقترح ولازالت تحت الدراسة. طبعا النهاردة المترو هيفضل سعره لعموم الجمهور بجنيه اللي هو موجود حاليا، ولكن احنا بنقترح لمستخدم هذه الخدمة اللي حضراتكم ان شاء الله هتشاركونا فيها النهاردة ان هو يكمل بخدمة متميزة بانه يبقى له عربيات مخصوصة في مترو الانفاق. لازالت تحت الدراسة، يعني من ناحية اللوجستية فيها بعض التحديات، لكن احنا متقدمين بيها كقطاع سياحي ان احنا يبقى عندنا ايضا زي الاتوبيس السياحي ده عربية سياحية في مترو الانفاق. الخطوط المقترحة في المرحلة الاولى زي ما ذكرت في اول الحديث للنقل بين المدن الجديدة والعاصمة، المرحلة الاولى بتشمل اللي بنفتتحها النهاردة التجمع الخامس والعبور والشروق. حضراتكم الخط الاول اللي النهاردة هنفتتحه بيشمل 8 محطات زي الخريطة اللي قدام حضراتكم ديت، مسار الف في اتجاه من ارض المعارض لانه بيربط مع مترو الانفاق عند ارض المعارض، ونستطيع ان احنا نقدر نحط هناك موقف يقدر يستخدم الراكب التاكسي او عربية او ميكروباص او مترو الانفاق وينتقل الى نقاط اخرى داخل القاهرة الكبرى، وبالعكس من ارض المعارض الى هذه النقطة اللي هي الجامعة الامريكية، مرورا بالمحطات التالية. المحطة الرئيسية بنعتبرها هي ارض المعارض في الحالة ديت، بيمر بنادي سكة الحديد، التقاطع عند الدائري، مبنى القاهرة الجديدة، المحكمة، تقاطع محور 77 مع 90 اللي هو الشارع اللي احنا فيه حاليا، ثم الجامعة الامريكية في اخر الخط والعكس. طبعا مسار به عشان ما نطولش على حضراتكم، هو نفس المسار بس بالعكس، بيبدأ من هنا من الجامعة الامريكية وبينتهي في المحطة الرئيسية في ارض المعارض.